حنحكيه أيضا على الترجي الرياضي التونسي، نحكيه على إمكانية عودة خالد القربي للترجي الرياضي التونسي اللي تطرح اليوم. سمعنا برشا كلام بطبيعة حول فسخ خالد القربي اللي عقده مع نادي بقطر. شنو رأيك أنت؟ ما نحكيوش على الجانب القانوني والجانب العقود، ننصح نحكيو على الجانب الرياضي اليوم حول عودة خالد القربي في المركز اللي نعرفوه نتاعو للترجي الرياضي التونسي. تعليق سيلاس. ظل لي خالد القربي باش يرجع للترجي الرياضي التونسي صعيب ياسر. خالد القربي لاعب كبير، لاعب في المنتخب، هز بطولات مع الترجي الرياضي التونسي، اما اليوم قيمة ثابتة، اما اليوم في الترجي الرياضي التونسي موجود في المكان هذا، موجود زواغي، موجود المولهي، العواضي، برشا موجودين. ظل نبيل معلول يفكر في لاعب اللي هجومي اكثر من دفاعي. الترجي الرياضي التونسي ما يسمحش باش يلعب في الشامبيونات بثلاثة ديميات ديفونسيف، معناتها اللي يفكوا الكرة وما يعرفوش يعملوا الرولونس القدام. يظل صعيب ياسر باش يرجع للترجي الرياضي التونسي. معناتها في الوضعية الحالية بالمجموعة الحالية صعيب. صعيب ياسر. الترجي الرياضي التونسي أنا يظهر لي يفكر باش ياخذ لاعب يكون رقم 10 اللي يساعد المهاجمين. تفرج في المقابلة الأخرانية ضد مستقبل المرسى. الترجي الرياضي التونسي عنده لاعب رقم 10 في تحت الإعارة. حمزة الباغوني موجود معنا، نواصل فيه. حمزة الباغوني يقول لك حاجة، قيمة ثابتة، وطفل صغير ومازال يتحسن. وأنا حبيت أقول كلمة على حمدة قبيلة. الملاعبية في عمر 17 سنة راهو يغلطوا، مش هما خاطر يغلطوا خاطر هما صغار، يغلطوا خاطر يدخلوا لهم الميناجير ويدخلوا لهم المسؤول ويفكروا في الفلوس ويدخلوا لهم في جو خايب، فهمتني؟ أما لو كان من الصغرى نعلموهم وأنهم كيفاش يمشيوا مع الكورة، كيفاش يستحفظوا على فلوسهم، كيفاش يقعدوا ساقيهم في القاعة، يظهر لي يعملوا حاجة باهية. واضح الفكرة، واضحة. إذا سجلوا التعليق. إضافة خالد القربي للترجي الرياضي التونسي اليوم. أنا ما نظنش أنه يقدر معنا يزيد إضافة معنا بالنسبة للترجي الرياضي، لأنه الترجي الرياضي عنده خطة مدروسة أنه المراكز اللي هو الحساسة اللي هو يقدر معنا يلمسها اللي هما عنده فيها نقص، كل لاعب يكون في المركز. هذايا واضح وجلي من التعاقدات اللي مش يعملوها.